السلام عليكم متتبعي قناه حسام الامل المتنوعه، كدايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير والاحوال طيبه ودائما نلقاكم بافضل الاحوال. بالنسبه لفيديو اليوم ان شاء الله غنخدموا هاد الرشيمه، كتجي كتحمق في جلابه او في قفيطين، هكا نستق في الجنب ديال الطراسن او الجنب ديال السفيفه او لا ممكن في الجنب ديال الراندا. هاد الموديل هذا البنات كيجي كيحمق كيف ما قلت لكم، كيدار بالالوان اولا بجوج الالوان اولا اللون في اللون، ولكن بجوج الالوان البنات كتطلع شي حاجه طوب. انا غادي نديرها لكم باللوينات، يعني هاد الكري درت معاه هاد اللون الرماني، وغندير معاه هاد الصفيفر، وغندير معاه هاد الخضيضر هذا. هذا غير شونتيو البنات، انا غنشوف كنت كنفكر خالتي حاطه عندي جلابه بالبوان دو كخوا اش غندير ليها الله اعلم. ولكن فكرت يعني باش غادي نقترح ليها هاد الموديل هذا، وعلى ربي يعجبها. المهم على العموم غادي نبداو ان شاء الله. بالنسبه للرشمه انا غنخليها لكم في الانستغرام، غتلقاوها في الانستغرام. غادي ان شاء الله نبداو. المهم انا بديت من هنا، اعتبروا كانه الفيديو، ولكن مني كتبغيو تديروا ما بين وحده وحده. كنجي لهذا الصف هذا، ها هو كنخلي اول مربع وثاني مربع، وهذا الثالث هو اللي كنخدم فيه هاد الاولى. هذه كندير هذه في العرض، كندير هذه في الطول، غندير هذه في العرض اللي هي هاد الصف. غنمشي 8 ديال الكروات، واحد هي هذه اللي درت، ها جوج، ثلاثة، أربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، سبعة، ها ثمانية. كندير ثمانية ديال الكروات ونرجع. الخيط البنات على ثلاثة اللي كنديرو، نرجع في هادو باش حنا الا ما رجعناش فيهم غادي يبقى، نرجع فيهم نجي لهنا نطلع ثاني بثمانية، ولكن بديك اللي دايرين في الاول، يعني غير سبعة، ها واحد ها جوج. ها ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، واحد جوج ثلاثة أربعة ثمانية. دابا غنرجع فيهم، واحد دابا غادي نجي نخلي أربعة، ها واحد جوج ثلاثة، الرابعة هي اللي غنضرب فيها، وغندير هاد المربع
الاول. هذا المربع بغيتو تخليه خاوي كيف ما غادي نشوفوا، ولكن من الاحسن عمار باش يجي اسوقتي مع هذاك الخط اللي عندنا. كنطلع ثلاثة والرابعة هي اللي عندي هنايا ديجا مخدومة. ها هي دابا غادي نجي نشد من هنا، نخلي مربع في الوسط خاوي جهه غرزه، كنشد في الثالثه وكنخلي الرابعه، كندير غير في الثالثه باش كنديروا هذا الشكل الهندسي. غنمشي اربعه حتى نقادو مع هذيك الاولى. ها هي ملي كنقادو غنرجع فيه. ملي غنرجع فيه غنجي عاوتاني هنا، غنخلي هذه اللي في القنت وغندير في الثانيه. دابا غنجي لهنا لهاد المربع اللي في الوسط، غنطلع بحال هكا واحد، غنجي ندير نمشي أربعة أربعة ديال المربع. هاهما أربعة، غنجي ندير نعاود نرجع في المربع ديالي بحال هكا. انا ما بغاش نقطع لانه ما كاينش، يعني علاش غادي نقطع تنكمل ونرجع. هرش معاك خفيفه وامم طون خصها تكمل، تكون دايزه هكا بالعادي. قبل ما نهبط هنا غادي نجي المهم نخلي باش ملي نكمل الخيط ندير هذا اللي من هنا وندوز من هنا وندوز للثالثه. غادي نجي لهنا نكمل بعد هذا المربع ديالي بحال هكا. ها هو فاش كنكمل بحال هكا كنجي لهنا، شوفوا معايا كنجي لهنا كندير ثلاثه تاع طلعات، كنطلع ثلاثه طلعات. هنا عندنا حنا طالعين اربع، انا غنطلع غير ثلاثه، كنقص بمربع كنطلع غير ثلاثه، كنمشي في العور الثاني ثلاثه، واحد جوج ها ثلاثه، وكنهبط كندير غير بحال القوس بحال او، كنجي كندير ثلاثة نرجع فيهم بحال هكا.
ثلاثة. شوفوا معايا دابا كمل لي الخيط، غندير خيط جديد باش غنرجع ندير خيط ركب خيط جديد ونجي نرجع معكم. الاخر لقيت الخيط لتحت، غادي نجي ناخذ من هاد القنيطه هادي غنجي ندير بحال هكا للفوق مائل بحال هكا، ونجي ندير عاوتاني خط في الارض. وانا غادا نيشان ندير هاد ثلاثه اللي طالعين نيشان باش غيعطوني دوك الجوج الاخرين بحال هكا، ونرجع في هادي ونجي لهنا ندير هاد الكروه هادي ونرجع فيها ونرجع هنا ندير هاد الكروه هادي ونطلع هنا وندير هاد الكروه بحال هكا، ونجي لهنا ندير الكروه اللي بقات. دابا غادي نجي لهنا شوفوا معايا، وغادي نطلع ثلاثه نتاع صفوف ثلاثه الكروات، عفوا ماشي صفوف ثلاثه الكروات ها هما، ونرجع فيهم. عفوا خصني نمشي الجهه الاخرى، نجي لهنا ثاني جوج، وهذيك الاخرى راه عندي اللي في القنت، دائما تنحسب باللي في القنت. غنرجع في هادو ونرجع ندير داك الصف اللي هنايا البنات في البان دو كروا، مس مطولوش في الخيط بزاف باش ما يعذبكمش في الخدمه، واللي مش نشف ليكم وهز يدك حتى الفوق يعني من الافضل. نجي ندير بحال هكا، نرجع هنا نرجع الثانيه ونعاود ندير بحال هكا صافي، نكون ساليت هاد الرشمه هادي. دابا غندوزو للتعمار. هنا البنات كيف قلت لكم غادي نجي غنطلع بها واحد هنايا في الوسط، هاي ها واحد ها جوج وها ثلاثة، ها الثالثة هي اللي كنجيها هنايا نيشان وكنبدا الأخرى. أنا ما غاديش نديرها بحال هكا وكتكملوا الشكل ديالكم. دابا غندوزو للتعمار، انا غنديرو قلت نديرو بالصفر باش يجي واضح باش يجي باين، لانه هاد الصفيفر هذا زوين هكا لون الشمس. غادي نجي ان شاء الله وندير خيط صفر غادي نجي ناخذ هنا نبدا في هذا المربع. هنا راه بغيتو تخليه خاوي وديرو غير هذا الصفر من هنا صافي، ولكن انا صراحه من الاحسن يعمر باش كيجي هاك المنظر ديالها زوين. نجي ندير بحال هكا ونجي عاوتاني، عندي ربعه الغراز هنا في الوسط، عندي ربعه كنجي نعمرهم نديرها نرجع فيهم هاد الاولى الثانيه هاد الثالثه هاد الرابعه. دابا غادي نجي لهاد الخط هذا، نمشي غرزه اولى نمشي مع هذاك الخط نيشان ونرجع نبدا نعمر. انا غادي دابا مع هنايا
ثلاثة جوج عفوا ها الثالثة ها الرابعة دابا غادي نجي نطلع نزيد الخامسة هنا هنا ندير خمسة غنرجع هنا نزيد حداها وحدة ها هي وهاديك الثانية غنزيد ندير فوق منها عاود جوج هاهما واحد جوج هي هادي ونجي هنا غادي ندير ثلاثة فوق من هادي ودوك الجوج الاخرين اللي وسط داك الحرف بحال هكا دابا غادي نرجع فيهم هاد الكريل البنات مع الصفر كتجي شي حاجه خطيره شي حاجه رطب هاد الصفر هذا ولا البناني كيجيو مع الكري غامق زوين كيعطي دابا غادي نجي لهنا لهاد المربع قبل ما نجي هذاك المربع اللي هو سهل غادي نجي معكم لهنا في هذا الحساب ومن هذاك هو الاخر نخليه غادي نجي عاوتاني نفس الطريقه نمشي خمسه ديال الكروات بالصفر عموديين اولا هنا افقيين حيت انا مدوره المرمى غادي افقيه خمسه هما خمسه دابا غنمشي في العرض وحده ها هي وبهذيك هي الثانيه ونجي فوق منها ندير جوج ثاني واحد ها هي جوج ها هي وهذيك غندير فوق منها وحده وغادا نجر هنايا غندخل هذوك الجوج الاخرين يعني يولي عندي ثلاثه هذا فاش غادي نجي نعمر هنا انا غنعمر هنا ونرجع معكم شوفوا معايا الشكل ديالها كيف كيجي كيجي كيحمق شي حاجه واعره وبالاكثر مثلا ملي غادي دار بالكريب غيدخل في هذا اللون هذا اولا خضيضر ملكي اولا زرق طلع شي حاجه طوب بالنسبه ليكون شي جليبه هكا في الكحال ولا شي حاجه كطلع شي حاجه اللي زوينه بزاف هذا هو الفيديو اليوم نتمنى من الله ينال اعجابكم شكرا على المتابعه